بدأت ألعب وأنا عندي 10 سنين بنادي طوخ تحت سن 12 سنة. لعبت لحد سن 18 سنة بنادي طوخ، انتقلت لنادي بنها بسن المرتبط لحد الدرجة الأولى. انتقلت من نادي بنها من سن 21-22 سنة، انتقلت لنادي طوخ تاني للعب درجة أولى لحد ما اعتزلت اللعب بسبب الحياة العملية. انتقلت في سن التدريب، بدأت بأكاديميات النادي الأهلي، قعدت فيها 4 سنين واشتغلت في نادي الدقي، وبعد كده انتقلت مركز شباب الجزيرة، ومن ثم مركز شباب الجزيرة رحت انتقلت في الإمارات بنادي أهلي دبي، قعدت فيه 6 شهور، ومن أهلي دبي رجعت تاني نادي المقاولين، توليت مسؤولية فريق 2014 ولاد حتى الآن. هي قائمة طبيعية بالأسماء اللي موجودة، هي اللي اعتبر الأغلب اللي بتشارك في السنين اللي فاتت سواء أمم أفريقيا أو كأس العالم اللي فاتت. في 2-3 مضافين جداد هم دول الموجودين دلوقتي على الساحة في الدوري المصري، ويمكن أحسن، وفي ناس مضافة جديدة من بره. أعتقد هي دي القائمة الموجودة المبدئية للمنتخب اللي يقدر ينافس بها في كأس العالم، في باستثناء محمد عصام الطيار ده اللي عليه لغط كتير وكلام كتير إن هو ما انضمش للقائمة، بس أعتقد إنه يعني الموجود هيقدر يسد في المكان. يعني كابتن طبعا أحمد الأحمر، هو الموضوع بتاعه اللي كان هو اللي يعتبر لعيب هو الرقم واحد في مصر طبعا، بس ما انضمش، اللي هو خد قرار الاعتزال، حصل كلام كتير بينه وبين اتحاد الكرة اليد المصري كرة اليد، بس أعتقد إنه يعني الموجود هيقدر يشغل في المكان ده يعني ويشيل المسؤوليه ان شاء الله. هو طبعا احمد الاحمر اعتزاله ده يعني حاجه طبعا صعبه جدا في منتخب مصر، وحاجه تبقى هتاثر جدا في مستوى منتخب مصر، لانه هو لعيب يعني طفره كانت موجوده في كره اليد، ان هو لعيب مهاراته عاليه جدا مش موجوده حتى الان، في موجوده في الساحه بتاعت كره اليد مش موجوده، بس اعتقد ان شاء الله ان هو يعني اللعيبه الموجوده تقدر تعوض ده. بس هو وجوده بره الملعب وجوه الملعب كان عامل فرق جدا طبعا، بس ان شاء الله نقدر نعوض ان شاء الله. هو المنتخب فعلا هيتاثر بسبب ان يحيى خالد خد خبره كبيره جدا من فريق فيس بريم المجري، بس اعتقد يعني اللي موجود هيقدر يشيل مكانه. مهاب سعيد ومحسن رمضان ما عندهمش خبره زي يحيى خالد اللي خدها من بره، بس اعتقد يعني ان شاء الله يعني هيكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله، والارجح انه هيقدر يلعب يعني مهاب سعيد ان شاء الله. برضو هو الخط الخلفي كله اعتقد ان في ناس هتقدر تلعب فيه كتير، يعني مش شرط حد معين يكون يلعب في الباك رايت، او اعتقد يعني في كذا واحد، مهاب سعيد ممكن يلعب لان هو تقريبا لفتره كبيره بيلعب على منتخب الشباب ومنتخب لعب مع منتخب الدرجة الأولى فترة، برضه هو اللي شايل دلوقتي تقريبا في الأهلي المكان ده، فأعتقد إن هو هيقدر يكمل في الدور ده. وممكن محسن رمضان برضه خد في الماتشات اللي فاتت دي كتيرة، برضه لعب الماتش بتاع امبارح مع التشيك عمل برضه ماتش كويس، فأعتقد إنه ممكن يشيل كويس يعني برضه في المكان. ممكن الخط الخلفي برضه يحصل فيه تغييرات، مدربين كرة اليد برضه بتقدر توظف لاعبين تانية في أماكن تانية على حسب برضه سير المباريات برضه، بس أعتقد إن مهاب سعيد هو الأرجح يعني والأكفأ إن هو يشيل المكان ده. بنسبة كبيرة أنا حاسس إن منتخب مصر هو يقدر يوصل للمربع كمان، من ساعة ما اللاعيبة بتاعتنا تقدر احترفت كتير بره. أنا شايف إن الموضوع بقى إحنا قادرين، المنتخب بتاعنا بقى ماشي كويس جدا في الماتشات حتى الدولية، كأس العالم اللي فات والأولمبيات اللي فاتت أثبت لينا إن إحنا المنتخب بتاعنا بقى قادر إنه يوصل للنهائيات بتاع كأس العالم، خصوصا يعني مع مستر بروندو يعني مدرب كويس جدا، من ساعة ما مسك المنتخب ظهر لنا كفاءة المنتخب بتاعنا وخامات اللعبة بتاعتنا ان احنا قادرين ان شاء الله يعني نوصل للمربع او دور الثمانية ان شاء الله. فرنسا، الدنمارك، اسبانيا، مصر. هو احمد دودو هو طبعا لعيب، هو من ساعة ما خرج بره في فرنسا هو اللعيب اللي ظهر مع فريق نيم الفرنسي الفترة الأخيرة بمستوى كويس جدا. هو ممدوح هاشم بقاله فترة طويلة هو اللي واخد الدور ده بسبب هو مع فريقه بره في أوروبا يعني عامل يعني مستوى كويس مع فرقته ومستوى هايل جدا كمان، هو اللي عنده خبرات أكتر من أحمد عادل،
ممدوح هاشم بقاله فترة طويلة جدا مع المنتخب، هو اللي بيلعب في الدور ده، هو حافظ مكانه وزمايله، هو اللي تبان عنده خبرة الكافية انه يلعب كاس عالم. اعتقد ان احمد عادل شاب لسه طالع ممكن يبقى ليه دور، بس اعتقد ممدوح هاشم هو اللي يبقى الاكتر. هو فرنسا والله في لعبه كتيره، اعتقد يا رب يكون اللاعب الاحسن لاعب في يعني في البطوله كلها يبقى من مصر ان شاء الله يعني، بس نسبه كبيره ومن الاسماء الثقيله اللي موجوده في المنتخب مايكل هانسن، هو طبعا الاشهر وموجود لحد دلوقتي في كاس العالم، ولوكا كفاراتيتش مع المنتخب بتاعه، اتمنى هم اللي واحد يكون منهم يعني ان شاء الله. اكيد طبعا الخط الخلفي اكيد هيبقى يحيى الدرع في الباك ليفت، في السنتر هاف هيبقى احمد هشام دودو، في الباك رايت مهاب سعيد او ايا كان يقدر هو يضيفه برضه غيري، في محمد سند في الوينج رايت، في الليفت باك مع بكار، وعلى الدايره محمود هاشم، والجون حميد. ضربه البدايه تبقى كرواتيا طبعا، فعلا هو ماتش هيبقى قوي جدا، بس اعتقد ان منتخب مصر يعني المستوى في الفتره الاخيره بقى اثبت ان منتخب مصر عنده خامه كبيره جدا في المنتخب، قويه جدا كمان، والمحترفين اثبتوا في الفتره الاخيره برضو ان هم لعيبه كبيره جدا بره، خصوصا ان هم بيلعبوا في يعني الفرق بتاعتهم بتوصل لربع النهائي دوري الابطال وبتاخد دوري الابطال، فاعتقد ان هم المنتخب بتاعنا ماتش كرواتيا ده ممكن نكسبه ان شاء الله. اول ماتش محتاج حساسيه، والافضل ان احنا نلعب فرقه تانية، بس الاول ماتش يجي عشان نعيد حساباتنا مع الفرق التانية، نروح فين، مجموعه كام، اول تاني تالت، نقدر نروح نلعب الفرق التانية اللي حوالينا مين، بس ماتش كرواتيا اعتقد ان احنا نكسبه ان شاء الله يعني. والله انتوا لاعبين على قدر المسؤوليه، وان شاء الله تحققوا انجاز لاول مره لمصر انك تخشوا مربع الذهبي وتاخدوا كاس العالم ان شاء الله، انتوا قادرين بيها. البطوله تبقى صعبه عشان بره الارض، بس ان شاء الله انتوا قادرين، انتوا رجاله، واتمنى ان انتوا تاخدوا البطوله وتفرحونا ان شاء الله.